حيول جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. وصلنا السليماني لعبد الله بن زيد بن معضل المشغولي المركز الثالث. المركز الثالث شاهين توقيت الزمني 13 دقيقة أربع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمحمد بن هاشم بن راشد الخاطري. تهانينا وناموس للجميع. في هذا الصباح في هذه التحديات الجميلة في هذا الأداء الجميل مع سن الثنايا والثمانية كيلومترات ينطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته. الشوط الثالث عشر في أشواط صباح هذا اليوم جولة الانتاج والمنتجين تنطلق بادية بالثنايا الابكار المحليات الاصايل في هذا الانطلاق الجميل في هذه التحديات الرائعة. انطلق الشوط، انطلقت الامال، انطلقت هذه الاسماء الذي سوف تتنافس طيلة الثمانية كيلومترات على شرف الفوز في الانتاج والمنتجين. نسير مع المركز الاول مباشرة وخير السلطان بن علي بن ميرين الكتبي تتقدم بالمركز الاول تقود المسار، بينما المركز الثاني تأتي في المركز الثاني وهذه مغنى على المركز الثاني. عبيد بالسعودي الزرعي على ثاني المراكز لتندفع، ولا هناك نشوف اللي انطلقت. نعم على المركز الثاني عبيد بن سعيد بن علي الزرعي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث وراه يا راهية على المركز الثالث سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي على ثالث المراكز. أما المركز الرابع فبنلقى فيه النصيبة مبارك بن يمعة بن مغير الخيالي تتقدم على رابع المراكز. المركز الخامس الكبسولة تأتي في المركز الخامس يقدمها راشد بن سالم بن حلوكة على خامس المراكز. نشوف المركز السادس اليافل في المركز السادس اليافل وجاسم بن مصبح بن عبيد الطنيجي على سادس المراكز. المركز السابع وسابع المراكز في نوايا عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري على المركز السابع. أما المركز الثامن فتتواجد في صوغة لعلي بن عبيد بن طويرش الكتبي على المركز الثامن. المركز التاسع تاسع المراكز شوف شعار بن دليوي يتقدم في هذه اللحظات وتاتينا في تاسع المراكز وتتقدم هنا هذه الدرعية راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي في المركز العاشر في المركز التاسع عفوا والمركز العاشر. هذه شومة لراشد بن صابر بن سعيد الكتبي. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط في انطلاقة الابكار الثنايا المحليات في الشوط الثالث عشر الذي تنطلق فيه هذه الأسماء وهذه الأمال الكبيرة في تحديات هذا الشوط. فانطلقت سن الثنايا في الثمانية كيلومترات وعبر شاشة دبي ريسنج. العشر المراكز الأولى المتقدمة ذعناها وعدنا مرة ثانية للتنافس، عدنا مرة ثانية للأثار الحاضرة في أرضية هذا الميدان. عودي الأخيرة وعسى أن يكون في الأمر خيرة بن ميرين سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين يتقدم مع خيرة على المركز الأول. المركز الثاني راهية على الناموس، راهية
هي على المشاركة في هذا الشوط والانطلاق. الشاعر سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي يتقدم على المركز الثاني. أما المركز الثالث مغنى تاتي في المركز الثالث، وعبيد بن سعيد بن علي الزرعي يتقدم على ثالث المراكز على هذا الاندفاع والانطلاق ثلاثية جميلة. أما المركز الرابع النصيبة في المركز الرابع مبارك بن يمع بن مغير الخيالي على رابع المراكز. هذه الأربع المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط المنطلقة بمسار الشوط. المركز الخامس من وصلت فيه هذه الكبسولة راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة يتقدم في هذه اللحظات مع الكبسولة. وتأتي هناك أيضا الدرعية راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي يقدم الدرعية على المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع مع بن زيتون عبيد بن زيتون المهيري يقدم نوايا في هذا الاندفاع. المركز السابع ناخذ المركز الثامن ونشوف ثامن المراكز. المركز الثامن شومة لراشد بن صابر بن سعيد الاكتبي. المركز التاسع وصلت في هذه اللحظات وصايف سيف بن مصبح بن كاسب المسافري. والمركز العاشر اللي تدخلت الدانة سالم بن حمود بن راشد العويسي يتقدم مع الدانة في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق الجميل والرائع في هذا الاندفاع. العشر المراكز الأولى المتقدمة للمرة الثانية على التوالي في هذا المسار في شوط الانتاج والمنتجين. المنتجين والانتاج الذي حظى به في البداية هذا الميدان وانطلقت هذه الفية لتحظى بنصيبها بالمشاركة وبأشواط مخصصة بها. بدأت من المرموم من دبي من هذه الانطلاقات لتخصص أشواط الانتاج والمنتجين لتكون اللذة وتكون أيضا نكهة الفوز لها طعم خاص في الانتاج مع الانتاج والمنتجين. انطلقت بعد ذلك هذه المنافسات وهذه التحديات والمشاركات الجميلة من المرموم في هذا الانطلاق. وأعود إلى المراكز الأولى. الشاعر بن مصلح راهية على المركز الأول. على المركز الأول سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي إبداع دائما وأبدا بهادي، إبداعي في تنافس السباق وفي الأثار والحماس، وإبداع هناك في الأدب والشعر في هذه الانطلاقات في كل الساحات. متواجد بن مصلح سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي راهية على المركز الأول، راهية على المقدمة. الدرعية على المركز الثاني بن دليوي يحرص دائما على كسب الناموس والفوز، يبذل جهود كبيرة من أجل هذا الموقع من أجل هذا المكان. بن دليوي راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي يقدم لنا مشاهدينا هذه الدرعية. المركز الثالث الكبسولة راشد بن سالم بن حلوكة على المركز الثالث. وبن ميرين يقدم خيرة سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين يتقدم مع خيرة على المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز النصيبة مبارك بن يمع بن مغير الخيالي ياتي في المركز الخامس في هذه اللحظات ويغير إلى رابع المراكز. نشوف المركز السادس وهذه الدانة سالم بن حمود بن راشد العويسي يقدم الدانة على المركز السادس. المركز السابع وصلت شومة لراشد بن صابر الكتبي. والمركز الثامن هذه مغنى
عبيد بن سعيد بن علي الزرعي، وهناك أيضا تتواجد في تاسع المراكز الكايدة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي، يتقدم بسلطان في هذه المشاركات والتحديات. والمركز العاشر هذه نوايا عبيد بن عتيجة بن زيتون المهيري في هذه الانطلاقة وهذه الدفاعات الانطلاقات الجميلة. شوط الانتاج والمنتجين لمن بيكون في هذا الاندفاع في هذا الشوط وفي هذه الأثار الحاضرة. في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الجميلة والرائعة على أرضية ميدان المرموم، خلاص بدينا بالانطلاق إلى زاوية الإعلان، بدينا بالاقتراب إلى لوحة الإعلان. في هذا الانطلاق من صاحب الفوز في الانتاج والمنتجين مع هذه الانطلاقات إلى 1200 لوحة الإعلان غادرناها وانطلقنا مع المركز الأول والتغيير من النصيبة بن مغير الخيالي. مبارك من يمعى بن مغير الخيالي، غيرت النصيبة، استلمت زمام الشوط، تقدمت ولا زالت راهية. سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي مع راهية في المركز الثاني، بن دليوي مع الدرعية في المركز الثالث، بن ميرين مع المركز الرابع، والمركز الخامس اللي فيه الدانة لسالم بن حمود العويسي. مع هذه الانطلاقات والتحدي خلاص المنافسات في هذا الشوط بدأت وانحصرت مع الأربع المراكز والخمس المراكز الأولى، ولكن بن مغير الخيالي على المقدمة، مقدم لنا النصيبة على المركز الأول. مبارك بن يمعى بن مغير الخيالي على المركز الأول، راهي المنافسة لها. سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي على المركز الثاني، الثنتين في تنافس، الثنتين في تحديات وتركيز مطلوب حتى الأمتار الأخيرة. المركز الثالث غيرت الدانة، على المركز الثالث سالم بن حمود بن راشد العويسي، ولكن بن مصلح وبن مغير بن مصلح الأحبابي بن مغير الخيالي ما بينهم التنافس على شرف الفوز على شرف الناموس. خلاص السلامات لأهالي زعبيل صباحية جميلة مع الشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي. تهانينا وناموس على فوز راهية وهي راهية تأخذ المركز الأول والناموس في هذا الشوط بجدارة. المركز الثاني النصيبة المبارك بن يمعى بن مغير الخيالي. المركز الثالث نترقب وصول الثالثة، سلطان بن ميرين وصلت في المركز الثالث. المركز الرابع لحمد بن عبيد بن سالم بن خصيب النعيمي بن حضيبة النعيمي اللي وصل في المركز الرابع، والخامس والله ما شفته، حد شاف الخامس منكم؟ عموما على كل حال بنعود إلى التوقيت الزمني في هذا الشوط الجميل والرائع الذي حمل لنا في طياته هذا التنافس وهذه الأثار، ولكن راهية من تمكنت من الفوز في الأمتار إلى خيره. راهية في 12 دقيقة 55 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي، وسلام لأهالي زعبيل وأهالي الفقع، سلام في صباحي جميل. 12 دقيقة 56 ثانية بالوفاء والتمام. المركز الثاني النصيبة مبارك بن يمعى بن مغير الخيالي، ونشوف المركز الثالث. المركز الثالث من وصلت فيه مع توقيتها في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق بنشوف على شاشة التلفزيون 13 دقيقة 4 ثواني 3 أجزاء من الثانية من حلت في المركز الثالث، خيرة لسلطان بن علي بن سلطان بن ميرين. تهانينا لجميع الفائز. مشاهدينا الكرام متابعين